احنا مسافرين يوم الاربعاء ان شاء الله، يعني هنسافر يوم الاربعاء ان شاء الله. فندم لا مش شكوى، انا بقول انا شكوى بقول للاسف يعني برضو بنتكلم على التحكيم بس. الحكم عمال يضحك النهارده، لكن ضربه الجزاء دي يعني اعتقد يعني مش عارف فيها عناد ولا فيها قصد، ولا ضربه جزاء واضحه 100%. هو التحكيم الافريقي يعني الواحد زهق من كتر الكلام بصراحه بجد. الاداره بقى تتصرف.